حقيقة يعني كل ما طرحه السيد عمار الحكيم شيء إيجابي للملمة الوضع ولتهدئة الوضع، ولكن يعني طرح أنه كل القوى الفائزة بالمقاعد والفائزة بالأصوات تجتمع وتتفاهم، هذه حقيقة يعني طرح جديد ومعقد. يعني إذا هيك على شنو أجرينا انتخابات وكان نسوي قاعدة عشائرية ونلم كل الأطراف وكل من هاي مالتك وهاي مالتي وخلص؟ يعني العملية الانتخابية شنو هي؟ إذا هيك مؤمنين بهاي الفكرة ليش ما تروحون تتحالفون مع الصدر والحلبوس وتسوون حكومة؟ تمام. أساك أحمد، أنت إحنا لازال الوقت مبكر، خلي النتائج تطلع تتصادق وبعدها إحنا لا تصادق النتائج. البارتي 33 خسر مقعدين بالعدو، الفرز الجديد صار 31 وماشي الأمور. نعم، ما عندنا إشكال نخسر نربح مقعد مقعدين، ولكن إحنا أنه بعد المصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية راح نختار الجهة اللي تكون قريبة للوطنية. شنو معنى الوطنية أستاذ أحمد؟ مقدمتك ذكرتها، الوطنية أنه تكون حكومة خدمات مو حكومة محاصصات، تكون حكومة ما تستثمر ورقة موظفي إقليم كردستان ورقة سياسية بين الحين والآخر. احنا انت ذكرت بمقدمتك انه الكتلة المعارضة بالبرلمان راح تعرقل عملية الموازنة والرواتب طبعا. احنا كنا وياهم اصلا متحالفين وقطعوها عنا من 2014 لحد هذا اليوم. اي فتخيل اذا صار معارضة 10 اشهر ايه، ما كل فرق، ما راح يتغير. هم قاطعين اصلا.